من لبنان لأستراليا، شخصية سياسية أسترالية من أصل لبناني عم بتساهم بالحكومة الأسترالية. كارين بستاني بتحاور النائب سيزار ملحم اللي نال محبة الشعب الأسترالي وأدى واجبه إلى أقصى حد. انتخبت نائب بالبرلمان عن حزب العمال. الشيء اللي منيح بأستراليا النواب بخدمة الشعب. My father is to me an inspiration. اليوم شو هي الإنجازات اللي عملتها؟ ما لازم أنسى إنه أنا لبناني وبالشرف فخور بلبنانيتي. أسماء من التاريخ، الأربعاء 9:30 المساء على LB2.